خمس أماكن غريبة على كوكبنا لا تعلم عنها شيء. كتير من الأماكن على كوكب الأرض بيحصل فيها أمور غريبة ومثيرة للدهشة ولكن لا نعلم عنها شيء. وفي تقرير نشرته مجلة ماي فياخ الأسبانية قالوا فيه إن الظواهر الطبيعية ممكن تبقى المتسبب الرئيسي في بعض الحالات الغريبة. وقدموا لنا خمس أمور غريبة على كوكبنا زي مثلا جسر أوفرتون. جسر أوفرتون الموجود في اسكتلندا ويعتبر من الأماكن اللي بيحصل فيها أمور غريبة، وبيعرفوا معظم الناس بجسر الكلاب المنتحرة لأنه من حوالي 50 سنة أطلقوا عدد كبير من الكلاب وانتهى بيهم المطاف بالوقوع في الوادي. ولحد دلوقتي فشل العلم في تفسير سبب الظاهرة وليه الكلاب اضطرت للقفز من فوق الجسر. وفي بعض الناس قالت إن الكلاب حصل لها تنويم مغناطيسي، والبعض التاني قال إن شبح السيدة البيضاء يجوب في المكان وهو اللي أمر الكلاب بالقفز. أما المكان التاني فهو أضواء مارفا، ومارفا دي مدينة صغيرة بتقع في ولاية تكساس وعادة ما بيكون فيها أضواء غامضة بألوان مختلفة وشبيهة لكرة السلة وبتتحرك من مكان للتاني. ولحد دلوقتي لم يتمكن أي عالم من شرح الظاهرة دي إلا إن واحد من مهندسين الفضاء في ناسا قدر يجتهد ويقول إن الظاهرة دي بتحدث نتيجة احتكاك تحت الأرض. أما الشيء الغريب التالت وهو الأشهر بين الناس حول العالم، مثلث برمودا. المكان ده اللي تمحور حوالينه الأساطير والخرافات، ولكن لا يزال المكان بدون تفسير إن كتير من السفن والطائرات اختفت في المنطقة دي. أما الشيء الغريب الرابع وهو موهينجو دارو. المكان ده اللي في وادي إندوز في باكستان ومن أكثر المكان غمضا على وجه الأرض، وبيشار إن سكان المنطقة دي اختفوا بين عشية وضحاها، وبعض الناس فسروا الظاهرة دي بالتسمم الإشعاعي. أما علميا فما زال العلماء عاجزين عن تفسير الظاهرة. أما الشيء الخامس وهو شلالات الدم. وشلالات الدم دي اللي بتحدث في القطب الجنوبي واللي بتيجي بالأساس من نهر التايلور الجليدي اللي دايما بيكسوه اللون الأحمر الكثيف اللي بيشبه الدم. قول لنا انت ايه أغرب الظواهر الطبيعية التانية اللي معانا على الكوكب.